اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي، واهلا بكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي 7 داي سبورت. وكالعاده كواليس واخبار وتفاصيل كتير من داخل النادي الاهلي وعن كل الالعاب والبطولات في كل مكان في العالم. لكن النهارده معانا طبعا كواليس بعثتنا في الجزائر، بعثه فريق كره القدم، وهنتابع ده. لكن كالعاده نبدا بالعناوين. الاهلي يختتم استعداداته في الجزائر لمواجهه شباب بلوزداد. تفاصيل انتقال لاعب الاهلي الى نادي اوراوا السويسري. تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة للنادي الأهلي. حسام حسن اصبروا عليا زي الأجنبي. منتخب الكرة الشاطئية يواجه الإمارات في افتتاح مشواره بكأس العالم. ومعنا أخبار تانية كتير وأحداث تانية كتير وكواليس كتير، لكن هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم عشان نكمل باقي أخبارنا. ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نخش في الأخبار على طول. والنهاردة يعني متابعة بعثة فريقنا في الجزائر، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض مرانو الوحيد بالجزائر في 7 مساء اليوم الخميس على استاد 5 جوليا، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها 9 مساء غدا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. هيخوض الفريق مرانو الوحيد والختامي على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى طبعا وفقا للقواعد المتبعة في البطولة. بدأ الأهلي برنامجه النهاردة في 11 صباحا بتناول اللاعبين وجبة الإفطار، وحدد الجهاز الفني 3 عصرا لوجبة الغداء، ثم تحرك الفريق في 6:15 إلى ملعب 5 جوليا لخوض المران الذي يقام في 7 مساء، على أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء في 9:30 عقب العودة من المران. هيواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في 9 مساء غد بتوقيت القاهرة، التمن بتوقيت الجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. يتصدر طبعا الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدوري المجموعات برصيد 5 نقط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى، وبالتعادل 1-1 في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز التنزاني قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف بالقاهرة في الجولة الثالثة. زي ما حضراتكم شفتوا لقاء مهم جدا، لقاء ليه أبعاد كتير قوي، لقاء كمان بعد فترة توقف كبيرة، مفيش ماتشات في الدوري وكان بطولة أفريقيا شغالة، اللعيبة اللي راجعة من المنتخبات، لقاء ليه أهمية خاصة جدا كمان عشان تفضل متصدر مجموعتك، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا. لكن الأجواء في الجزائر وفي بلاد المغرب العربي عموما مختلفة عن الأجواء في مصر عندنا، سواء على المستوى الجماهيري أو على مستوى الجو نفسه أو على مستوى كمان تفاصيل ملاعب المباراة والحاجات دي كلها مختلفة عندنا. إحنا عارفين إن دول شمال أفريقيا ليها طابع خاص جدا في الماتشات دي. مستر مارسيل كولر مش أول مرة يلعب في دول شمال أفريقيا، بالعكس احنا لعبنا اكتر من فرق من دول شمال افريقيا سواء من الجزائر او من المغرب او من تونس، لكن احنا متصدرين مجموعتنا وعايزين نحافظ على ده. الفرقه دخلت في اجواء كويسه جدا في الفتره اللي تم اعدادهم فيها سواء في الامارات او لما رجعوا في القاهره، كمان العناصر الجديده اللي اضافت لفريق النادي الاهلي دخلت بشكل او باخر مع الفرقه وتاقلمت، عوده كتير من النجوم اللي كانت يعني سواء كان مستواها لسه ما رجعش لطبيعته او اللي كانوا راجعين من الاصابات، كل الناس دي جاهزه لمباراه شباب بلوزداد. شباب بلوزداد فرقه بالمناسبه فرقه ليها طريقه لعب مميزه بيها، ليها شخصيه، ليها هويه، زي فرقه النادي الاهلي ليها شخصيه وليها هويه وليها طبعا التاريخ بتاعها اللي بيطبع عليها في بطولات افريقيا. لكن قوه المباراه دي هي في اداره المباراه فنيا من الجهاز الفني بتاعنا، واحنا كلنا ثقه فيه طبعا. الجهاز الفني متوفر لكل السبل للفوز، اللعيبه كمان متوفر لها كل الامكانيات. طبيعه الماتش ده زي ما قلت لحضراتكم اجواءه، وان احنا بقالنا فتره ما بنلعبش، لكن تم تجهيزنا في مباراه وديه اتلعبت. شفنا مثلا عوده انطوني مودست اللي هو يعني كان بقاله فتره في اصابات وبقاله فتره ما كانش جاهز، لكن دلوقتي جاهز وبيهدف، وتقريبا في كل اللقاءات الوديه كان ليه اهداف. يمكن هو الهداف في الشهر اللي احنا توقفناه ده، هداف الفرقه هو انطوني مودست في الماتشات الوديه وفي البطوله الوديه، وكمان في ماتش السوبر او في بطوله السوبر كان ليه دور كبير جدا فيها في حسم اللقب للنادي الاهلي. بالتالي احنا دلوقتي مستعدين، عندنا استعداداتنا الخاصه، عندنا استعداداتنا اللي ليها طابع فني خاص جدا من مستر مارسيل كولر ومن الجهاز الفني
بيعمل بطول الفترة اللي فاتت دي كلها على ان هو يستعد بالفرقة لان هو يكون جاهز لمواجهة شباب بلوزداد. كان في بقى كمان الاجتماع الفني لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري عقد اليوم في احد الفنادق القريبة من مقر اقامة بعثة الاهلي بحضور مسؤولي الاتحاد الافريقي ومندوب الفريقين ومراقب المباراة وطاقم التحكيم. ده ليه بقى؟ للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين وموعد وصول الفرق لأرض الملعب وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. حضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي كابتن خالد بيبو مدير الكرة والعميد علاء صلاح المنسق الأمني والدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق وطبعا الأستاذ أو الكابتن سمير عدلي والمدير الإداري للفريق ووائل محمد إداري الفريق. وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأسود بالكامل وحارس المرمى الزي الأصفر، ده طبعا لأن زي الأساسي لفريق بلوزداد صاحب الأرض هيكون اللون الأحمر وبالتالي الأهلي هيلعب بالطاقم الأسود أو بالزي الأسود. المباراة في أجواءها مختلفة، احنا تعادلنا معهم هنا على أرضنا في مباراة كانت كبيرة في برج العرب، لكن فريق شباب بلوزداد من الفرق اللي عندها شراسة سواء في المستوى الدفاعي أو في المستوى الدفاعي، هم فرقة شرسة جدا. المدرب بتاعهم اشتغل في مصر فترة قصيرة مع نادي الزمالك ماركوس باكيتا البرازيلي اللي مسك نادي الزمالك فترة، عارف الكرة المصرية كويس، لعب قدام الأهلي قبل كده كمان، فبالتالي هو عنده باك جراوند كويس أو عنده خلفية كويسة عن النادي الأهلي وعارف قيمة فريق النادي الأهلي وهيبقى عامل حساب ده في الجزائر زي ما عمل حساب ده في القاهرة أو في برج العرب في اسكندرية. التهيئة الفنية لأن أنت بترجع بنفس قوتك وبنفس مستواك في بطولة أفريقيا وأنت متصدر المجموعة شيء مهم جدا، خصوصا أن آخر مبارياتك مع الفريق ده كانت التعادل. تكتيكيا وخططيا ده شغل مارسيل كولر، لكن إحنا يهمنا أن اللاعبين يفضلوا زي ما هم، هدفهم الأول الفوز، هدفهم الأول تصدر المجموعة يرجعوا بالثلاث نقط. لازم تأمن صدارة المجموعة في مباراة زي دي لأن هو ده المنافس الأقوى ليك في المجموعة. شفنا سيناريوهات دور المجموعات في السنتين الثلاثة اللي فاتوا كان صعب جدا علينا، لكن المرة دي أعتقد أن الوضع مختلف، أعتقد عندنا فرصة كويسة أن احنا نأمن تصدرنا للمجموعة ونقرب أكتر من الصعود للأدوار الإقصائية. نتمنى أن احنا نشوف ده بسهولة وبسلاسة في اللقاء القادم. هو لقاء صعب بكل تفاصيله سواء على المستوى الفني أو فنيا أو نفسيا أو تكتيكيا، كل حاجة صعبة جدا في اللقاء زي ده. هنروح بقى لتفاصيل المؤتمر الصحفي اللي أقيم النهاردة. المؤتمر الصحفي في سياق المباراة تكلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وكمان رامي ربيعة مدافع الفريق، هنشوف قالوا إيه ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. Muss uns aber bewusst sein, dass uns eine harte Gegner bevorsteht. Na, es wird eine Mubara sauber, علينا جدا بكره ان شاء الله. وده لان احنا امام منافس صعب، منافس شرس، منافس قوي شباب بلوزداد، وده شفناه في الماتش الاول في القاهره ازاي ان هم كانوا منافس قوي، ان هم صعبوا علينا المباراه الاولى، وعشان كده احنا عارفين ان بكره هيبقى امامنا ماتش صعب وعارفين ان الجمهور هيبقى حاضر بقوه، تبقى أجواء حماسية أجواء صعبة، وعشان كده لازم نكون في قمة التركيز بكرة إن شاء الله. هنحاول إن احنا نرجع بالثلاث نقاط، ده أملنا، عارفين إن المهمة قدامنا صعبة، لكن ده دايما قدر النادي الأهلي إن هو دايما بيحاول يحصل على الثلاث نقاط، وده اللي هنحاول نعمله بكرة رغم صعوبة المباراة وصعوبة المنافس. طبعا المباراة بكرة هتبقى مباراة صعبة زي ما الكوتش قال، بنحاول نعمل التعليمات اللي هو بيديها لنا في الملعب، بنحاول ننفذ التكتيك اللي احنا بنعمله في الملعب بحيث ان احنا نخرج بثلاث نقاط اللي احنا محتاجينهم، لان المجموعه بقت شبه النقط زي بعض، فاحنا محتاجين ان احنا المباراه بكره زي ما بيقولوا كده عنق زجاجه، فالتركيز بكره وفريق شباب بلوزداد فريق قوي ومنافسه قويه بكره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صحفي ايمن محي الدين قناه باك بريس الالكترونيه. مباراة لغاية مباراة صعبة على كلا الفريقين خاصة من الناحية البدنية. سؤال المدرب يعني كيف سيتعامل مع الجانب البدني خاصة أنه تقريبا كل لاعبي الأهلي شاركوا في كأس أمم إفريقيا، آخرهم كان لاعب بيرسيطاو قبل أسبوع من الآن. إفريقي كبير، آخر مواجهة للأهلي المصري كانت انهزام أمام نادي الجزائري في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة، هذا معطى سيجعل من مباراة الغد أمام شباب بلوزداد تكتسي طابع ربما تأري نوعا ما. سؤال ثاني لي هاني ربيعة، يعني مباراة أكيد صعبة من شباب بلوزداد،
مجموعة متقاربة من حيث عدد النقاط، وشنو هو الهدف من هذا التنقل؟ هل هو الفوز بالدرجة الأولى وتسيير المباراة وتسيير النقاط باعتبار أن المباراة ستجرى خارج التيار؟ شكرا. Also es ist wirklich so, dass es mir jetzt in den eineinhalb Jahren auch aufgefallen, dass wie eigentlich im Derby gegen Algerien oder vielleicht auch dann Tunesien oder so spielt, dass das extrem intensiv ist. Ich glaube aber allgemein, dass die Spiele gegen Ali, wenn wir auswärts spielen, dass da jeder natürlich versuchen will, Spiele, also Punkte mitzunehmen, ob sie gewinnen wollen, ob sie vielleicht mit einem Punkt zufrieden sind. Das sind wir gewohnt hier. Und dementsprechend ist uns eben das auch bewusst, dass das morgen ein intensives Spiel wird. Aber unsere Spieler können auch mit dem Druck umgehen. Sie können mit der Situation umgehen, dass es ein Auswärtsspiel ist, dass der Gegner mit den Zuschauern natürlich alles versuchen wird, die Punkte hier zu behalten, und dementsprechend gilt es für uns, diese Ruhe zu bewahren und einfach auch zu wissen, was wir wollen, was wir dann dementsprechend auch umsetzen müssen. أنا موجود هنا في النادي من حوالي سنة ونص، وفعلا أدركت صعوبة المباريات دايما مع الأندية الجزائرية عامة أو الكرة المصرية أو الكرة الجزائرية. تبقى مباريات دايما ديربي، سواء مع الأندية الجزائرية أو كمان الأندية التونسية أو الأندية المغربية، دايما بيبقى ماتشات فيها قوة وفيها صعوبة شديدة جدا وأجواء مختلفة. ده أنا فعلا لاحظته، وعشان كده إحنا عارفين إن المباراة بكرة هتبقى مباراة صعبة. هنحاول بالإضافة لده، كل الأندية اللي بتلاعب الأهلي دايما على أرضها بتبقى عايزة إنها دايما تكسب البطل، وإنها بتدي أقصى ما عندها عشان تقدر إنها تحصل على نقطة أو تحصل على 3 نقاط من النادي الأهلي باسم كبير. فده احنا عارفينه، احنا عندنا لعيب عندها خبرات كبيرة وتعرضت للأجواء دي قبل كده، وعرفة تتعامل مع الضغوط بشكل قوي جدا، انها تعرضت لمواقف صعبة كتير. وده أملنا بكرة ان اللعيبة تحتفظ بهدوءها وبتركيزها طول المباراة عشان نقدر نحصل على 3 نقاط، وده هدفنا الأساسي من مباراة بكرة ان شاء الله، ان احنا نحصل على 3 نقاط. زي ما قلت، المجموعة دلوقتي بقت متقاربة في النقاط، وعشان كده كل نقطة دلوقتي بقت مهمة، وبالتالي احنا بنحاول ان احنا نتعامل مع الضغوط دي، ونقدر ان احنا ان شاء الله نعمل مباراه كويسه بكره طريق باسم النادي الاهلي، ونحصل على 3 نقاط بكره باذن الله. طبعا انت بتخش ماتش بماتش، وطبعا انت بتفكر في المباراه الاول، ما بتفكرش في المجموعه شكلها عامل ازاي، انت بتفكر في نفسك الاول وبتفكر في الاداء الاول. النادي الاهلي طبعا متعودين على كده من صغرنا، ان انت بتفكر في المباراه قبل ما تفكر المجموعه شكلها عامل ازاي. حتى لو كنت الاخير في المجموعه، انت لازم تفكر المباراه ماتش بماتش، لان ما بتفكرش بالنقاط ايه، ولا انت الاول ولا الاخير ولا ايه، وبتفكر انك تجيب المباراه بكره باذن الله 3 نقاط، وتبدا تمشي ماتش بماتش. نفكر في الاول مباراه بكره باذن الله نعديها على خير ان شاء الله، ونبدا نفكر احنا المجموعه ماشيه ازاي، المجموعه معقده مش معقده، فماشيين ماتش بماتش ان شاء الله. زي ما حضراتكم سمعتوا كلام مستر مارسيل كولر ومستر وكابتن رامي ربيعه، الماتش بماتش يا جماعه، نركز في الماتش اللي احنا داخلينه، ما نبصش على حاجه بعد كده، ولا بنفكر في نتائج الماتشات الثانيه. ده مهم، احنا بنركز مع نفسنا الماتش بماتش. وهو اتكلم عن صعوبه الماتشات في دول شمال افريقيا عموما، زي ما سمعتم حضراتكم احنا قلنا كده حتى قبل ما نسمعه، لان فعلا هي ليها طابع خاص، والنادي الاهلي يجيد المكسب في دول شمال افريقيا سواء في تونس او المغرب او الجزائر، جربناها وكانت الماتشات الحمد لله الاهلي موفق دايما أمام الفرق دي. والمهم أنك تحترم المنافس دايما وتعمل اللي عليك، ده شيء مهم جدا 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 في مباراة كبيرة بحجم شباب بلوزداد. تعالوا بقى نروح لخبر تاني، احنا لسه في النادي الأهلي. كشف أمير توفيق عن التفاصيل الخاصة بانتقال لاعب الأهلي مواليد 2005 عمر خالد بيبو إلى نادي أراو السويسري، وقال أن اللاعب تمت إعارته لمدة 1.5 عام إلى نادي السويسري بنية البيع بعد العرض اللي أرسله نادي أراو ورجع الكابتن محمود الخطيب للعرض ده رئيس النادي والمشرف العام على الكرة طبعا، وبالمشاورة بشأن الإدارة الفنية مع قطاع الناشئين والفريق الأول، تمت الموافقة على إعارة اللاعب والذي تجاوز الكشف الطبي في سويسرا وانضم بالفعل إلى نادي جديد. وأضاف أن إعارة عمر خالد جاءت ضمن السياسة التي ينتهجها النادي بإتاحة الفرصة لعناصر الفريق الشاب أو الناشئين للعب في الدرجات الأعلى في وقت مبكر سواء داخل أو خارج البلاد لاكتساب الخبرات والجوانب الفنية والاستثمار المالي بما يحقق مصلحة النادي. شيء مهم جدا، يمكن اتبعناه كمان حتى مع بروكيتش لما كان موجود في قطاع الناشئين، خرجنا مجموعة ودلوقتي النادي الأهلي بيستغلها. مهم جدا حاجة زي دي، انت كمان عندك كنز في قطاع الناشئين يستغل أحسن استغلال في الوقت الحالي،
سواء الجزء اللي تسجل منهم أفريقيا، وفي دلوقتي راجل في الجهاز الفني مسؤوليته هو ان هو يكتشف الناس اللي في قطاع الناشئين اللي ينفع او تصلح انها تطلع درجه اولى دلوقتي. كمان ان انت تطلع اعراض دول ناس انت بتجهزهم سواء استثمار هتستفيد منهم ماديا او ان النادي الاهلي هيستفيد منهم في فرقته. ده خطه ونهج هيتبعه النادي الاهلي، وبقاله فتره متبعه النادي الاهلي الحقيقه، ومكاسبه هتيجي بعوائد كبيره ان شاء الله. لسه مع النادي الاهلي، والاسبوع اللي فات قلت لحضراتكم ان مجلس اداره النادي الاهلي قرر تطوير ارضيه الصالات في مقر الجزيره، لكن الاسبوع ده كمان بقى قرار رسمي من مجلس الاداره بخصوص كل الصالات وملاعب مقر الجزيره. وندخل في تفاصيل ان مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع بمقر الجزيره لمناقشه العديد من الملفات المهمه التي تخص قطاعات النادي الاهلي المختلفه في الفتره الحاليه، وقرر المجلس اعتماد ميزانيه ماليه كبيره ضمن خطة التطوير المستمرة للصالات والملاعب بمقر الجزيرة التاريخي، بما يساهم في تقديم أفضل سبل الراحة للأعضاء ولخدمات فرق النادي الأهلي المختلفة. وتقرر أن تشهد الفترة القادمة البدء في أعمال تطوير أرضية صالة الأمير عبدالله الفيصل وفقا لأفضل المعايير العالية العالمية، وكذلك تغيير التكييف المركزي لصالة الشهداء، إلى جانب تغيير أرضية الملاعب المفتوحة متعددة الأغراض لخدمة الأعضاء. ده الطريقه بتاعت النادي الاهلي، واحنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان النادي الاهلي دايما لا يبخل على ان هو يطور كل المتاح من امكانيات في النادي الاهلي، سواء صالات او ملاعب او كل الالعاب عنده فيها اجهزه على اعلى مستوى، الاجهزه الطبيه، اجهزه الاستشفاء، اجهزه تجهيز اللاعبين المصابين، دي شيء مهم جدا. الصالات والحاجات دي مكلفه يا جماعه، الحاجات دي مش سهله، دي ميزانيه كبيره ضخمه حطها النادي الاهلي. بساط الامير عبد الله الفيصل دايما بيبقى على اعلى مستوى، صالة الشهداء اللي هي الصالة الثانية في النادي الأهلي دايما بيتم تجهيزها وتطويرها على أعلى مستوى. فكرة أنك تغير تكييفات دلوقتي ده شيء أنت بتطور اللي عندك، هو أوريدي فيه، لكن تطويره شيء مهم عشان تحافظ على أن أنت دايما عندك أعلى خامة موجودة. ده بيفرق مع لاعبيك، بيفرق في عمر اللاعب من الإصابات. البساط ده شيء مهم جدا، أغلب إصابات ألعاب الصالات بتبقى أصلها البساط، زي في الكرة كده أن الملاعب والأرضيات برضو بتأثر في الإصابات، فبالتالي ده شيء مهم وشيء مكلف، وتكلفته اتقرر لها ميزانيه كبيره جدا من ميزانيه النادي الاهلي. ويحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو مهتم بكل الالعاب وكل الرياضات، وعايز يوفر كل سبل النجاح لكل رياضه في النادي الاهلي. ده شيء مش سهل. تعالوا بقى خبر مهم جدا لكل الناس اللي نفسها تنضم لعائله النادي الاهلي. قرر المجلس تاجيل زياده رسوم العضويه العامه الخاصه بمقر الجزيره من 750 الف جنيه الى 1,000,000 جنيه للمؤهل العالي طبعا حتى 30 يوليو القادم، وذلك في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي خلال الفترة القادمة. ذلك طبعا بنمشي مع الظروف الاقتصادية للبلد، الظروف الراهنة اللي احنا فيها دي اللي طبعا ليها تأثير على كل حاجة، على كافة أوجه النشاط الرياضية في مصر والعالم بشكل عام. يعني بيدرس مجلس الإدارة تحديد قبول أعداد كمان محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة الفرصة للانتهاء من عملية الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد اللي شهد العمل على الانتهاء من أعمال التشييد في المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم والجيم. ده تيسيرا طبعا على الأعضاء وتسهيلا للاستمتاع بمرافق النادي الأهلي المتطورة، ويمكن ده من الأخبار الإيجابية جدا وبتسهل على الناس اللي عاوزه تنضم لعضويه الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي قبل ما تزيد اسعارها، اسعار العضويات. طبعا انت لما تشوف الطفره الانشائيه والرياضيه الكبيره اللي عاملها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في كل المقرات والفروع وفي كل ما يخص النادي الاهلي، تعرف ليه الاهلي عضويته عليها اقبال شديد جدا. بالمناسبه الخبر ده مهم على اللي بره النادي الاهلي والناس اللي عايزه تشترك بالنادي الاهلي، ان انت بتطور النادي الاهلي وان الناس عارفه الظروف الاقتصاديه اللي فيها البلد، فبتثبت سعر العضويه لفتره مؤقته طبعا، لان هو الموضوع مش في ايدينا بس. يعني تعالوا بقى نشوف تقرير عن الطفره الانشائيه في النادي الاهلي ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. طفرة إنشائية غير مسبوقة يشهدها النادي الأهلي بمختلف مقراته وفروعه في ظل السياسة الحكيمة التي ينتهجها مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب. لم تتوقف الطفرة الإنشائية عند زيادة عدد فروع النادي الأهلي، وتخطى ذلك إلى تحديث وتطوير مختلف المقرات على أحدث طراز
مع المحافظة على هوية القلعة الحمراء وطابعها الخاص والفريد. وجاء قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بتأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى 1,000,000 جنيه للمؤهل العالي حتى 30 من شهر يونيو القادم، وذلك في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهل خلال الفترة القادمة، وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على كافة أوجه النشاط الرياضي في مصر والعالم بشكل عام. كما يدرس المجلس تحديد قبول أعداد محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة الفرصة للانتهاء من عمليات الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد الذي شهد العمل على الانتهاء من أعمال التشييد في المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم والجيم، وذلك تيسيرا على الأعضاء وتسهيلا للاستمتاع بمرافق النادي المتطورة التي شهد لها القاصي والداني، ولعل آخرها في زيارة غوانزالو أوريولا بيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة لمقر النادي بالجزيرة التي عكست تقديره الكبير للأهلي وتاريخه العريق الممتد لأكثر من 116 عاما وريادته لكرة القدم وفي مختلف الرياضات بمصر وإفريقيا عبر عقود طويلة وامتلاكه أكثر من فرع بمواصفات عالمية، كما أبدى إعجابه الشديد بالأذرع الاقتصادية للنادي ممثلة في شركاته العديدة، وسبقها حصد القلعة الحمراء جائزة جلوب سوكر كأفضل نادي في الشرق الأوسط، والتي تعد تتويجا لمجهود منظومة العمل بالكامل داخل النادي ومن قبلها جماهير الأهلي الداعمة والمساندة في كافة المحافل، وفي ظل النجاحات الهائلة التي يحققها النادي على كافة المستويات محليا وقاريا وعالميا، والتي تضعه دائما في المكانة التي يستحقها. التطوير اللي احنا بنشوفه في النادي الاهلي ده والجزء الاقتصادي الخاص بالنادي الاهلي، وان انت يبقى عندك موارد اكتر، وان انت تسعى دايما ان انت تبقى رقم واحد مش بس في الرياضيات لكن كمان على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الانشائي تبقى رقم واحد، ده شيء الحفاظ عليه اصعب بكتير جدا من انت تاخد بطولات. انك تاخد بطولات انت بتجهز فرقك دايما من البراعم والناشئين لحد الفريق الاول ان هم يعملوا كده، وبقالك سنين ماشي على النهج ده. انما شعار بقى التطوير بتاع النادي الاهلي ده تاريخ مبادئ تطوير، التاريخ موجود ومبادئ النادي الاهلي ما بتتغيرش وما بتتجزأش. التطوير هو اصعب شيء في شعار النادي الاهلي عموما، هو فعلا التطوير اصعب شيء في شعار النادي الاهلي، ان انت تفضل محافظ على ان انت تطور من وقت للتاني بتكلفه عاليه بأجود الخامات وبأعلى الإمكانيات، ده شيء مش سهل أبدا. ومجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة يعني عامل إنجاز كبير جدا إن هو يفتح فرع جديد وإن هو يحافظ على إن الفروع الموجودة بالأوريدي قبل الفرع الجديد تفضل في نفس التطور، ده شيء مش سهل أبدا 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 يعني، ومكلف جدا ومجهد جدا. فحقيقي شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي حافظ على فكرة التطوير في شعار تاريخ مبادئ تطوير، ده شيء مهم جدا. دلوقتي قبل ما نسيب بقى النادي الأهلي نروح لنتائج الفرق الرياضية في النادي الأهلي في مختلف الألعاب خلال الأسبوع الماضي، ونعرف كمان هنلاعب مين الأسبوع الجاي على الشاشة معانا هنا. معانا طبعا في كرة اليد رجال الأهلي كسب سموحة 26-21 والأهلي وطلائع الجيش 33-22، كرة السلة سيدات الأهلي والاتحاد السكندري 159، الأهلي وسموحة 90-62. نروح لكرة الطائرة رجال، الأهلي وسبورتنج 3-1، الأهلي وإسترن كامباني 3-0، الأهلي وإسترن كامباني تاني 3-0. المباريات اللي جاية بقى معانا طبعا أهم مباراة بكرة إن شاء الله، الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد رجال، الأهلي والظهور دور الثمانية كرة الطائرة سيدات، الأهلي وسبورتنج يوم 17 بقى هتبقى دوري السوبر لكرة السلة سيدات، يوم 17 ايضا الاهلي والظهور دور الثمانيه دوري كره الطائره سيدات، ومعانا بقى يوم 20 الاهلي وسبورتنج دور الثمانيه كاس مصر للكره الطائره سيدات، ويوم 20 ايضا الاهلي والبنك الاهلي دوري كره اليد رجال. معانا بقى في مداخله مهمه جدا كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي واحد نجومه على مر العصور، يعني عشان نتكلم عن مباراه مهمه جدا بكره لازم يبقى معانا كابتن او دكتور ياسر لبيب عشان يناقشنا في مباراه لها اهميه خاصه جدا. كابتن ياسر السلام عليكم. ازاي حضرتك كابتن؟ طمنا عليك. والله بخير الحمد لله كله تمام. احنا مطمنين على هاند بول النادي الاهلي بوجود حضرتك رئيس لجهاز كره اليد بالنادي الاهلي يعني. ربنا يخليك. طيب شايف انتباه كويس يعني باذن الله يا رب. قول لي بقى مباراه بكره شايفينها ازاي واحنا متصدرين الحمد لله الدوري، وطبعا هي المباراه الاقوى في الدوري مباراه الاهلي والزمالك.
بص طبعا دايما مباراه الاهلي والزمالك بيبقى لها طابع خاص. طبعا احنا اعدادنا زي ما احنا مستمرين في البرنامج الاعداد بتاعنا، زي ما بنستعد لكل مباراه. النهارده الفرقه خلصت التمرين والفيديو ومفروض طلعوا على الفندق معسكر لمباراه بكره ان شاء الله. طيب. بس ربنا ييسر ان شاء الله، يعني كل الولاد كلهم يعني طبعا مركزين، ومهمه جدا مباراه بكره ان احنا يعني نفضل متصدرين او على قائمه الصداره بتاعت كره اليد اللي احنا بقالنا فيها سنتين، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكمل المسيره زي ما احنا ماشيين يعني. طيب مستر ديفيد ديفيز دايما ليه استعدادات خاصه في ماتش الزمالك تحديدا، المباراة دي كمان احنا لسه قدامنا شوية في الدوري واحنا متصدرين وعايزين نحافظ على تصدرنا، وهي ليها طابع خاص عند الجهاز الفني واللاعبين. شايف التهيئة النفسية لمستر ديفيد ديفيز هتكون ازاي للمباراة دي؟ بص احنا المباراة، احنا طبعا مباراة الزمالك وهو كمنافس تقليدي، زائد ان الزمالك بيدعم صفوفه وفي جهاز جديد او مدير فني جديد مجد بن مجد، طبعا يعني مدرب على مستوى عالي، فبالتالي كل الحاجات كل العناصر دي لازم نكون حاطينها في الحسبان. ان العمليه النفسيه مهمه في المباراه دي، فاحنا كفريق احنا عايزين نفضل مسيطرين على تصدرنا للدوري والكره اليد اللي احنا سنتين متزعمين السنة فاتت الدوري وكاس، والسنة دي احنا متقدمين لحد الآن في الدوري بأربع نقط المفروض. فبالتالي احنا عايزين نفضل فارضين سيطرتنا على كرة اليد بالذات في الرجال. يعني الحمد لله في السيدات ماشيين كويس وفي المراحل الثانية برضه نفس الكلام، لكن الرجال طبعا بيبقى ليها طابع خاص واللي هي بيبقى عليها السبوت كله. يمكن عشان المنافسه كمان بيننا وبين الزمالك في فتره كبيره جدا، انا شايف ان كانت المنافسه النفسيه كمان بيننا وبين الزمالك دايما كان بيبقى الاهلي فنيا قريب جدا، ودايما لما كان بيحصل قبل السنتين اللي فاتوا يعني خساره كانت بتبقى في اخر ثواني في الماتش دايما. يمكن مستر ديفيد ديفيز انا شايف ان هو عالج الحته النفسيه بتاعتنا ان احنا نقدر نوصل بنفسنا لاخر الماتش متصدرين، او نقدر نعوض كمان، كنا ساعات بنبقى في حكره التعويض في الماتش وهو شغال، دي بتبقى ثقيله شويه علينا، ولا راي حضرتك يا كابتن؟ طبعا دي احد المميزات، ان انت بتبقى على مدار المباراه بيبقى في ثبات في المستوى، ولما بيحصل دروب في بعض اللحظات بترجع بسرعه، ما بيستمرش لفترات طويله. موضوع السيستم والنظام اللي حطه ديفيز ده بيديك افضليه شويه في عمليه النوع الاستقرار داخل الملعب او داخل المباراه. يمكن الكلام ده مش متوفر في فرق كتير، لكن احنا الحمد لله عشان السيستم اللي ماشي بيه والنظام اللي احنا بقالنا سنتين دلوقتي شغالين عليه، فده كل فتره بتلاقي فيه تطور في مستوى اللعيبه، ونزل كمان بمعدل اعمار اللعيبه، ده برضو عامل فرق كبير ان هو نزل بمعدل الاعمار مهم. وما ننساش كمان رجوع حميد واللعيبه اللي لسه كنت هسال حضرتك، رجوع حميد من الحاجات اللي لها تاثير كبير جدا، حارس مرمى فعلا يعني عظيم طبعًا. جدا طبعا كل واحد في الفرقه عندنا ليه اهميه، وخاصه حميد ان هو كان السنه اللي فاتت في الفتره اللي اصيب فيها هي كانت الفتره اللي كان واصل فيها لاعلى مستوى ليه، دي حقيقه. فالحمد لله يعني احنا كمان طمنا عليه في مباراه الجيش كان عامل مستوى كويس، فان شاء الله هو ومحمد ابراهيم وعبد الحميد طه الاثنين يعني الثلاثه ان شاء الله يكونوا جاهزين للمباراه ان شاء الله. رسالتك للعيبه بكره وللجهاز الفني في مباراه كبيره زي دي، رسالتك ليهم هتكون ايه، ورسالتك لجمهور النادي الاهلي بكره كمان في دعمه للعيبه؟ طبعا يعني اوجه رسالتي طبعا للجماهير اولا لدعم اللعيبه، ده شيء اساسي ان هم تكونوا دايما ورا فرقتنا بشكل ايجابي. اما بالنسبه للفريق طبعا بقول لهم اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية. طبعا يعني خلاص المرحلة اللي فاتت دي خلاص ماضي والحمد لله احنا نجحنا فيه، لكن اللي جاي هو المستقبل اللي احنا محتاجين ان احنا نثبت اقدامنا فيه بإذن الله ان شاء الله. كابتن ياسر ربيب رئيس الجهاز كرة اليد بالنادي الاهلي، كل الشكر ليك لتواجدك معنا النهاردة، وكل التوفيق لفريق كرة اليد غدا في مباراة مهمة جدا ضد فريق الزمالك.
هنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى، انتظرونا. رجعنا لحضراتكم وخلصنا اخبار النادي الاهلي، نروح بقى لموضوع الساعه منتخب مصر. النهارده تم تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقياده كابتن حسام حسن في احد الفنادق في القاهره عشان نبتدي نشوف مرحله جديده للمنتخب الوطني بقياده مدرب وطني له تاريخ عظيم كلاعب مع منتخب مصر في وقت سابق وحاليا بيرجع للمنتخب ولكن كمدير فني. الحقيقه اكتر جزء استوقفني في تصريحيه كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي انه اتسال اسئله كتير جدا حوالين شخصيته والتخوفات من تولي تدريب منتخب مصر. الحقيقه رد كابتن حسام حسن قال هو لو في مدير فني اجنبي كنتوا هتسالوا كل الاسئله دي. كمان كابتن حسام حسن طلب بالصبر عليه زي المدربين الاجانب، والحقيقه ان معاه حق في دي، سواء كان كابتن حسام حسن او اي مدرب وطني يعني اخر، سواء اي جهاز فني وطني، لو نتعامل معاهم زي ما بنتعامل مع الاجانب ونديهم فرصه ونصبر عليهم، وده بشرط طبعا ان هم يطوروا نفسهم ويقدموا مجهود في شغلهم، اعتقد ان هتلاقي مدربين مصريين رائعين في المنتخب الوطني يعني. اما الكابتن ابراهيم حسن مدير منتخب مصر شدد في تصريحاته على ان الانضمام للمنتخب ده مش رحله ولا نزهه ولكن مسؤوليه لاسعاد الجماهير المصريه. كلام محترم، واحنا عندنا لعيبه كبيره جدا بيدوا بكل قوه في المنتخب مصر، واعتقد ان لعيبه مصر على قدر المسؤوليه. يمكن كابتن ابراهيم اتكلم في نقطه مهمه قوي وهي عوده الجمهور لمسانده منتخب مصر في المدرجات، وده ممكن اللي بنقوله من زمان يعني هنا. وضرب كابتن ابراهيم حسن مثل بقال ان مفيش غير لعيبه النادي الاهلي في مصر بس اللي بيلعبوا تحت ضغط جماهيري لانهم بيوصلوا مباريات نهائيه كتير وبيلعبوا في ملاعب مليانه جماهير. منتخب مصر خلاص دخل على مرحله جديده. هو طبعا تعليق فكره الجمهور دي، فعلا هو مفيش غير النادي الاهلي اللي بيوصل نهائيات فبيتسمح له في مصر يلعب بجمهور، وبيلعب بره مصر بجمهور. احنا خلاص دخلنا في البنيه، يمكن نتمنى الى ان الجهاز الفني الجديد بشكل يستغل معسكر مارس ويقدر يحط ايده على القوام الاساسي للمنتخب قبل ماتشين تصفيات كاس عالم طبعا في شهر يوليو القادم قدام غينيا بيساو وبوركينا فاسو. كمان وخلي بالك غينيا بيساو وبوركينا فاسو ظهروا بشكل في بطوله افريقيا يخوف. كمان عندنا تحديات جديده سواء في نهايه السنه بطوله كاس العرب وبعدها بطوله كاس الامم الافريقيه اللي لسه مش عارفين هتتلعب في شهر مايو ولا يوليو ولا تتاجل. لكن السؤال اللي انا كان نفسي اسمعه في المؤتمر الصحفي وهطرحه من خلال برنامج 7 دي سبورت الحقيقه يعني، ما هي التحديات الفنيه امام المدرب كابتن حسام حسن؟ لو في رايي انه هيكون النزول بمعدل اعمار لاعبي منتخب مصر وبعد النزول بمعدل الاعمار تحقيق تواصل حقيقي بين الاجيال، لان احنا عندنا لعيبه كويسه جدا في منتخب مصر الاولمبي وفي مراحل الشباب والناشئين، ولازم يكون في تواصل بين الاجيال عشان ما يحصلش اخفاقات او تراجع لمنتخب مصر الاول زي ما احنا شايفين السنغال كده مجهزه جيل غير الجيل اللي موجود دلوقتي. يعني البطوله اللي اتاخدت السنه اللي فاتت دي او المره اللي فاتت دي، احنا لو دوسنا على زرار السنغال هتطلع جيل وترجع، وحتى لو في تراجع في النتائج يعني، بس في السنغال موجود اجيال كتير وعندهم مجموعه كبيره من اللاعبين الدوليين وهينافسوا على البطولات 10 سنين جايه. ليه؟ هم حاطين بروجرام كويس قوي ان احنا منتخبات الشباب والناشئين هم مسيطرين على فكره، السنغال تقريبا واخده كل بطولات الشباب. ده شيء مهم، وان هم يطلعوا للفريق الاول من منتخبات الشباب والمنتخب الاولمبي ده شيء مهم. ده التواصل بين الاجيال، لازم النزول بمعدل الاعمار واحده واحده، ما يبقاش مره واحده المنتخب كله شباب، ده غلط، هتخسر ومش هيبقى عندهم خبرات. لازم يبقى فيه خبرات دوليه كويسه، لعيبه بقى لهم فتره في المنتخب، ويبقى معاهم مجموعه شباب يتعلموا وياخدوا الخبره الدوليه منهم وياخدوا اجواء المنتخب منهم. ده انا رايي، لو ده تارجت كابتن حسام حسن بس، ده كده نجاح كبير جدا للاتحاد ونجاح كبير جدا لكابتن حسام حسن. يعني انت لو حطيت التارجت انك توصل كاس عالم، وبرده في نقطه، انت تصفيات كاس عالم بعد بطوله امم افريقيا اللي فاتت دي بقت اصعب. غينيا بيساو وبوركينا فاسو دي فرق كانت بتنافس في البطوله اللي احنا خرجنا قبله، فبالتالي انت كده عندك مهمه تقيله. التاهل لتسع فرق وما ينفع ما يصحش مصر ما تبقاش فيهم، بس انت حطيت تارجت مهم. لو انت هتنزل بمتوسط الاعمار، وده شيء انا بالنسبه لي ده رقم واحد، ويبقى عندك خبره دوليه طبعا للاعمار اللي موجوده دي، يعني ما تعمليش منتخب شباب في المنتخب الاول، لا انا مش ده اللي انا اقصده خالص يعني. لكن انت عندك مثلا بلال مظهر في المنتخب الاولمبي، هو اصلا من منتخب الشباب، عندك لعيبه اسماء في منتخب الشباب ظهرت ولمعت ما وفقوش لعيبه المنتخب الاولمبي، ده شيء مهم جدا، ده شيء مهم جدا ان انت تبدا تعمل تواصل بين الاجيال. عايزين نعالج النواقص اللي عندنا. مركز المهاجم الصريح مثلا ما ينفعش مصطفى محمد لوحده، وكابتن حسام حسن واحد من اعظم المهاجمين في تاريخ مصر، لازم يبقى شايف الحته دي يعني، انه احنا عندنا نقص في المنطقه دي، ويشوف لنا مهاجم، يكتشف لنا بقى مهاجم من المنتخبات ومن الدوري المصري ايا كان، بس انت عندك في مصر مهاجم صريح واحد بس
يعني اللي انت بتعتمد عليه دوليا. يعني انت لو جيت مثلا قلت محمد شريف معاه يعني في الدوري السعودي بدوري قوي برضو، انما انت محليا معظم الفرق عندها المهاجم اجنبي، لكن منتخبات الشباب فيها مهاجمين وفي فرق فيها مهاجمين وفي عندك محترفين فيهم مهاجمين. لازم نركز بقى نوسع دايره اكتشافنا للاعبين، ده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. تعالوا نشوف بقى تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر. طبعا على راسه كابتن حسام حسن مدير فني، وكابتن ابراهيم حسن مدير للمنتخب، كابتن طارق سليمان مدرب عام، كابتن محمد عبد الواحد مدرب، كابتن سعفان الصغير مدرب لحراس المرمى، مع استمرار الجهاز الطبي والاداري. تسمحوا لي اقول كلمه بس، الجهاز الطبي بقياده الكابتن محمد ابو العلا اللي هو واحد من الناس العظيمه جدا اللي كان هيتظلم، لكن الحمد لله يعني الراجل لا موجود في المنتخب. ده راجل من الناس اللي فعلا في التشخيص من اوائل الناس اللي بتشخص بشكل مباشر وقوي وعلى طول، وبيطلع فعلا تشخيصه مظبوط. راجل استمراريته في المنتخب كانت مهمه، ده بالنسبه لي انا مهم جدا. الجهاز الاداري، المدير المنتخب دايما هو اللي بيقود الجهاز الاداري، فبالتالي شخصيه كابتن ابراهيم حسن هي اللي هتضغو على الجهاز الاداري بشكل او باخر يعني. طيب تعالوا نشوف جانب من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تحياتي للجامعة منتخب الساجدين لكل العناصر الموجودة. وقت الجمهور وده العنصر الأهم، افتقاد انتظام البطولة والمباريات، تلاحم المباريات، كثرة الإصابات وكثير من الأمور. هل هناك أربع مثلا ماتشات في أفريقيا مش عارف ليه ما يعملش كده؟ وإن شاء الله الإمكانيات الموجودة والدولة ما فيش الدولة ما تدخلش في طيارات خاصة الأندية اللي بتلعب في أفريقيا، الأهلي والزمالك وبيراميدز وبعض الأندية المصري اللي بيلعبوا في البطولة. فالوقت الدنيا بقت أسهل من زمان. فأتمنى يبقى في جدول منتظم، أتمنى الفترة الجاية إن شاء الله يبقى المنتخب المصري أو فوق الأولويات كلها اللي موجودة تبقى موجودة الفترة الجاية عشان نوصل بشكل كويس. حضرتك قلت يعني يمكن هو السؤال الوحيد اللي بيتقال لأي مدير فني، والمدير الفني الوحيد اللي بيتقال له سواء مصري أو أجنبي هو الكلام ده، السؤال ليه؟ فما شفتش الأسئلة دي بتتقال لأي مدرب أجنبي بيجي حتى لو كان عليه علامات استفهام معينة. ولكن أنا بحب أقول لحضرتك حاجة، أني يعني الحمد لله من الخبرات الكبيرة اللي تشرفت بوجودي مع أندية عظيمة في الدوري المصري، أو يمكن في مدربين مسكوا منتخب الوطني ما كانش ما تولوش اشراف منتخب خارجي قبل كده. فالحمد لله انا كان ليا تجربه كبيره مع منتخب الاردن الشقيق، ووصلنا لابعد مدى، يعني مش منتخب مش مجرد اننا دربنا منتخب وخلاص، ولكن وكان الكومنتات او التعليقات الحمد لله كانت زيرو، ما كانش في حاجه سلبيه. ولكن الكوره او عناصر اللعبه، جمهور ولاعبين ومدربين في كل حته في العالم، المدربين العظام في تفاعل، في لكن في كل حاجه بحساب. الحمد لله ان في خبرات كبيره جدا اكتسبناها، ان شاء الله الافضل لينا في الفتره الجايه. والحمد لله احنا في مكانه كبيره جدا، هو تمثيل منتخب كبير زي منتخب مصر عليه لابد ان هو يكون في كل حاجه فيها حسابات مهمه جدا، والشكل الايجابي اللي احنا نشتغل بيه انا وجهازي. ف زي وبالنسبه للتكمله بتاعتنا سواء اخفاق او على فكره الجمهور المصري او الساده الاعلاميين الموجودين، هو تعليقهم او ان هم الحاجات اللي بيحسبوا بيها ان المدرب يقعد او يمشي، طبعا نتائجه وادائه، يعني الشعب المصري ذواق والاعلام المصري نفس الشيء. ممكن مدرب ممكن ما يكونش موفق، لكن في نفس الوقت ممكن يكون في اداء الناس سعيده بيه والاعلام بتشيد بيه والجماهير فرحانه بيه، اختيارات بنسبه كبيره ايجابيه، اختيارات اللاعبين، طريقه اللعب اللي بنشتغل بيها، اللي يبقى في منظومه وفي شكل معين لمنتخب مصر. الاداء هو ده الاهم بالنسبه للجماهير والاعلام اعتقد. بالنسبه للنتائج مهمه جدا لينا ليا شخصيا انا وجهازي، وفي الوقت اللي احنا اثرنا فيه في اداء ثم نتائج، ساعتها انا نفسي يعني لابد ان معروف ان الشغلانه اللي احنا فيها او انا بالنسبه لي مش شغلانه، المهم اللي انا فيها اثرت في العناصر اللي انا قلتها دي، فساعتها بكون تحت امر المنتخب في ان انا اكون خارج المنتخب، دي حاجه ما تزعلنيش.
لكن اهم حاجه اني اكون عند حسن ظن الجماهير والاعلام ان انا جاي اعمل مش الحته العنصر اللي احنا كنت بسمعها الروح. وحسام ابراهيم عنده ابي العوض على فكره عنصر الروح دي مش سهله جدا اي حد يكتسبها على فكره. انا هدي مثال معلش بعيد، لما يكون عندك جيش قوي قوي وعنده روح عاليه جدا لكن مش منظم هيفشل وهيخسر. لما يكون عندك جيش قوي ومنظم تكتيكيا ومنظم في تنظيم في الاداء ومع القوه مع الروح هيكسب اي حد. فلازم العناصر الروح مع الفكر اللي ربنا مديه للمدرب والتكتيك اللي بيشتغل بيه واختيارات اللاعبين والتعامل اثناء المباراه وما قبل المباراه واخر الموضوع كبير خالص، مش موضوع كوتش انه يحط بيبقى واقف على الخط على المنطقه الفنيه ويحط تشكيل وخلاص. الموضوع كبير جدا، تحضيرات كتيره جدا، فارجو ان كل عناصر اللعبه تبقى فاهمه الموضوع مش سهل. الموضوع تقيم المدرب تقييم عام. كلام كابتن ابراهيم وكابتن حسام واضح طبعا، وهما يعني برضو فكره ان الاسئله بتتسال للمدرب المصري غير المدرب انا معاه فيها بصراحه يعني. لكن احنا المنتخب ده لازم يبقى كل الناس وراه، احنا في الاخر ده مصر، مش حسام مش ابراهيم مش اي اسم، هو منتخب مصر في النهايه لازم يلاقي الدعم من الاعلام ومن الجمهور ومن كل الناس. ده حق على اللي هيمسك منتخب مصر خصوصا لو كان وطني. هي فعلا نقطه ان المدرب الوطني لازم نصبر عليه، دي نقطه مهمه يعني. لان نجاحات منتخب مصر اغلبها مع المدرب الوطني. كان في نجاحات مع اجانب، لكن اغلب نجاحات منتخب مصر حقيقي مع المدرب الوطني. من حق المدرب الوطني انه ياخد دعم، ده شيء ما فيهوش جدال يعني. يمكن تعليق كابتن ابراهيم حسن على ان مش اي حد يخش المنتخب ومش اي حد، ده مش موجه للاعب بعينه. الناس كان في اتقال ده مش هيبقى منتخب محمد صلاح، ده منتخب مصر وبتاع، لكن كل منتخب في العالم ليه نجم، كل منتخب في العالم ليه محترف بيميزه يعني. منتخب مصر طول عمره منتخب كره جماعيه، طول عمره منتخب مميز بان هو منتخب جماعي اكتر منه فردي يعني. محمد صلاح ده حاله استثنائيه، فبالتالي احنا فعلا مش منتخب محمد صلاح، لكن محمد صلاح ليه دور مهم جدا بارز. يمكن في فرق تعرف في مصر محمد صلاح قوي وبتعمل حساب لمحمد صلاح قوي، فبالتالي ده لعيب لابد من استغلاله اكتر فتره ممكنه يعني، لان هو فعلا من افضل اللعيبه في العالم. احنا ورا منتخب مصر سواء كإعلام أو مشجعين أو أي حاجة، عندنا لازم يبان تطوير في منتخب مصر بسرعة ويبان خطة يعني. لو الخطة بانت بشكل واضح في الأول، ده هيسهل كتير جدا على الجهاز الفني وعلى اتحاد الكرة وعلى ناس كتير قوي. ما أنت ما ينفعش تبقى خطتك أنك تكسب ماتش في ماتش في المنتخب، لا ده مش تخطيط منتخب. تخطيط منتخب شوف الأردن عملت إيه، شوف المغرب عملت إيه، شوف السنغال عملت إيه، والحاجات دي خطط واضحة. في واحد بيعتمد على الناشئين، في واحد بيعتمد على إن هو يطلع عدد محترفين كبير زي السنغال مثلا، في المغرب بتعمل أكاديميات وتطلع منها لعيبة تحترف وتستخدم اللعيبة دي وتتعلي منتخباتها. كل طريقة تدرس تنجح، تطور، تبين لك لعيبة وتستفاد أنت استفادات كتير، مش المنتخب بس اللي هيستفاد، الكورة كلها في مصر ممكن تستفاد لو اتحطت خطة مظبوطة، لو اتحط نموذج يتنفذ يبقى اسمه النموذج. زي ما في نموذج المغرب، زي ما في نموذج الاردن دلوقتي، اللي بدا من نموذج الاردن بالمناسبه راجل عظيم جدا مصري اسمه محمود الجوهري، كابتن محمود الجوهري. المغرب نفس الكلام، انت بتتكلم اكاديميات محمد السادس دي هي البدايه اللي بقت فرقه في الدوري وبقى ليها شكل ومنافسه وبتطلع لعيبه تحترف والدوله بتكسب منهم. السنغال اعتمدت على منتخبات الشباب والناشئين وطلعت منها ناس، وفي نفس الوقت محافظة على الجيل اللي هو أساس منتخب السنغال. كل المنتخبات في العالم أي منتخب تطور يعني. أنا معجب جدا برضو بتجربة منتخب كوتوفوار، لعيبة شباب بس تم تجهيزهم صح. وعلى فكرة منتخب كوتوفوار ده مش مفاجأة عادية، ده فرقة متأهلة ثالث مجموعتها يعني، تأهلت بصعوبة جدا يعني، كانت خلاص لموا شنطهم وكانوا مروحين، بس رجعوا تاني وخدوا البطولة في الآخر. في خطط كتير جدا يعني، ناخد خطه ونستمر عليها ويبقى في تطور ملحوظ فيها ننجح ان شاء الله. نروح بقى للاتحاد الدولي. اعلن الاتحاد الدولي لكره قدم فيفا تصنيف المنتخبات لشهر فبراير الجاري، والذي شهد تغيير في ترتيب منتخب مصر على المستوى الافريقي والعالمي. طبعا منتخب مصر كان ودع كاس الامم الافريقيه من دور ال 16 بعد الخساره امام الكونغو الديمقراطيه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. مصر تقدمت مركز على مستوى التصنيف الأفريقي، بينما تراجعت 3 مراكز على المستوى العالمي.
أصبح منتخب مصر الوطني دلوقتي الرابع قاريا ويحتل المركز 36 عالميا. ده نتيجة طبيعية يعني، يمكن هي مفاجأة بالنسبة لنا احنا عشان ما خسرناش اتعادلنا، فالتصنيف بتاعنا الفرق اللي قبلنا كلها برضو خرجت بدري، ف يعني تقدمنا مجموعة لأن فرق خسرت أكتر من احنا ما خسرناش. ماشي، يلتقي بقى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية بنظيره الإماراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية. ده نجاح على فكرة من نجاحات الاتحاد يعني. وطبعا قرعه المنتخبات وقعت منتخب مصر في المجموعه الثانيه اللي تضم كل من الامارات وايطاليا وامريكا، مجموعه برضو طبعا الامارات صاحب الارض والمجموعه مش سهله بالمناسبه يعني. في الجوله الثانيه هيلتقي منتخب مصر منتخب ايطاليا يوم السبت 17 فبراير في تمام 1:30 ظهرا بتوقيت القاهره، ويختتم منتخب مصري منتخب مصر دور المجموعات امام امريكا الاثنين 19 فبراير في تمام 1:30 ظهرا ايضا بتوقيت القاهره. طبعا تضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية كل من محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، مصطفى شيكا، حسن محمد، أحمد الشحات، مصطفى علي، حسين طه، هيثم عاطف، حسام باولو اللي هو أنا بحييه أنه هو مستمر في الكرة الشاطئية رغم كبر سنه ورغم أنه ليه تاريخ في الدوري الممتاز لكنه مستمر، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت. نتمنى كل التوفيق لمنتخب الكرة الشاطئية ونتمنى أن يبقى ليهم نتائج كويسة في كأس العالم. نروح بقى لتصدر العملاق الأسباني ريال مدريد قمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات في 2023. خبر ده مهم قوي ويعني أنا نفسي ناخد وقتنا فيه شوية يعني. الوقت ده في الوقت اللي تواجد فيه 9 أندية من منافساتهم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضمن أول 20 نادي في قائمة الإيرادات دي، طبعا دي الإيرادات اللي دخلت الأندية مكاسب بس مش اللي اتصرف، دي صافي الربح يعني. جاء ذلك بحسب التقرير المالي الأحدث الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونشرت اليوفا تقرير المالي اليوم الخميس وأعلنت من خلاله تسجيل ريال مدريد إيرادات بقيمة 841 مليون يورو يعني 901 مليون دولار، متفوق بقى على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري الأبطال واللي بلغت إيراداته 836 مليون يورو، وحل برشلونة في المركز الثالث بتسجيل إيرادات بقيمة 815 مليون يورو، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز الرابع ب 804 مليون يورو. وواضح أوضح بقى اليوفا إن 15 من أول 20 نادي سجلوا إيرادات قياسية وده الأكبر في تاريخهم يعني، وإن إيرادات بايرن ميونخ مثلا صاحب المركز السادس بقيمة ارتفعت بقيمة 90 مليون يورو عن السنة اللي قبلها عشان تبلغ 744 مليون يورو، وحلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بقى كل مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول وتشيلسي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد وويست هام يونايتد وبرايتون في قائمة أول 20 نادي على مستوى أوروبا. أنا نفسي نحسب إحنا هنا في الدول العربية كلها يعني مش في مصر بس إيرادات الأندية، لأن إحنا في صرف كبير أو بيحصل حتى في مصر بالمناسبة، في صرف كتير أو بيحصل بس ما بنحسبش الإيرادات المكاسب بتاعتنا إيه. خلي بالك الناس دي ممكن ما تكونش بتكسب يعني، برشلونة مديونة هتسد أجزاء من ديونها من المكسب ده، ريال مدريد نفس الكلام، الناس دي بيجي لها عوائد كبيرة وعليها ديون، ولكن في تطور وفي خطة مالية محطوطة عشان يفضل النادي مستمر بربح كويس، ودي أصعب حاجة في الكورة بالمناسبة. عشان كده نقدر نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي اللي محافظ على إن الدخل بيزيد كل عقد أو كل تعاقد مع الرعاة الجداد الدخل بيزيد، بالتالي النادي الأهلي ناجح بنسبة 100% في إن هو يطور العوائد المالية بتاعته وأكتر من 100% كمان. وده أفضل ختام لحلقتنا النهاردة في 7 Day Sport، على أن نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم زي دلوقتي قبل دلوقتي بساعة عشان تشوفونا على خير ونشوفكم على خير بإذن الله، وفي الختام خير سلامة.